ساسراكو. ساسراكو نحسه موليك ول مش اول كوالي. حاجه انا ريت كان جيت راني مثلا راني سرسكو مثلا ساسراكو سرسركو ولا ساسراكو ولا فهمت ساسراكو. ريت الحاجه الوحيده ساسراكو خلي يعرف نحكي عليك اللي قاعد يترين في في في, في الكلوب راه ما يترينوش يظهر لي في حاجات سبيسيفيك قدام الكاش راهو التايمينغ نتاعو كشو كجباري كصحه تبدن تبارك الله ما توفر فيه ما توفر فيه كل الصفات. شكون هذا سرسكو ولا سرسكو ولا ساسكو ولا فهمت ملا الحاجه الوحيده اللي شفتها فيه ديما يوصل رتا تايمينغ غلط تايمينغ يا يخرج من البار يا يخرج من 18 متر ديما التايمينغ غلط. واهم حاجه في المهاجم هو التايمينغ ساعات اخطر حاجه الكره هي فراكسيون سكوند يقرا اللاعب بالصحيح به كومباوري عادي 5 على 10 4 على 10 4 على 10 لو عندك القدرة أنك تعطي نصيحة لإدارة النادي الإفريقي يستغنيوا عليه ولا يخليه وهو يصبروا عليه؟ والله تجم تصبر عليه به منو بالحديد منو بالحديد منو بالحديد فلي أنت توراك تمسني ودخلني في دوامة كبيرة برشا انت رغم كل اصحابي اول حاجه لا هوني رايك كل واحد نعطيك نقاط القوه والضعف صحيح رايك الفني انت لاعب ومهاجم ونجم منو بالحديد منو بالحديد كاليتي تكنيك تبارك الله عليه باه بالو بي يعدي فاسيلمون ملاعبي واثنين وثلاثه من الحاجه اللي اللوم عليك راك تعدي ملاعبي تفسخ وتمشي على روحك اللي بعده يجي مش تعدي ملاعبي من بعد تعاود ترجع يتسمى اللاعب الكل سلبي نيجاتيف واضح هذه الحاجه الوحيده اللي نتاع بلال الخفيفي بلال الخفيفي بلال الخفيفي اللي يعمله اللي يعمل فيه غلط ما لا صحيح يعمله صحيح في ال 18 متر سيرتو هذيك التشريعه الساق فهمت ولا ادخل ال 18 ادخل الاخطر اي ديفونسير اي شوف انت اجيب اي ديفونسير قل له كي واحد يدخل لك ل 18 متر يرخ يرخ اعمل لك السبيكتاكل نتاعك اعمله في وسط ال 18 باه ونكمل باسم اخير زهير الذوادي زهير الذوادي معناتها قيمه ثابته معناتها تبارك الله زهير بتاريخه معناتها كتب اسمه في النادي الافريقي صحيح تتعدى بفتره انتقاليه النادي الافريقي راهو ما تجمش راهي الكوره راهي جروب راهي الجروب كي تحب بعضها راهي الكل تطلع مع بعضها فهمت انا تو اللي عجبني في 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 في, في النادي الافريقي لموا بعضهم مع المدرب اللي نعرفه شخصيا معناته يحب لي سبيري دي جروب فهمت ولا هو لم لسعد راهو كان البو والخو والجوار خاطر قريب لهم خاطر حتى في في في, في العمر معناته ما عندوش برشا من اللي بطل الكوره بالضبط.